من جديد، وصلت إلى خالد، سدد، جول جول جول. لا يرأف بحال السلاوية ولا يقدم لهم الأعذار على الفرص التي يضعوها، يداويهم في اللقطة الماضية، يعاقبهم. خالد عبد الرؤوف يسجل هدف التقدم. شوف الكرة الماضية وصلت إلى عبد الرؤوف عن طريق اللاعب الكوري كيون هولي في تسلل. مبكر 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 جول، ياسر سجل وضعها في الشباك وأعلن عن الهدف الثاني لمصلحة الجيش. ياسر يسر المشجعين بهدف الاطمئنان، ويضع كرة في شباك جوميز الذي يذهب للحديث مع الحكم الإضافي الثاني. الإضافي الثاني ما له شغل، والمساعد الثاني ما له شغل، والكرة الماضية ما فيها تسلل. هدف سليم 100%، هدف. وذلك بالنسبة لترتيب الأندية في بطولة الدوري. كرة فيها محاولة، فيها فرصة، جول. من أجل هذا بقي رومارينيو في أرضية الملعب يعالج كل السوء بواحدة من الروائع في عالم كرة القدم. رومارينيو يضع الكرة في الشباك ليعلن عن ثالث الأهداف مرة أخرى. الكوري الجنوبي وبالقدم اليسرى، شوف الكرة الماضية تهيأت براسية لي وبالقدم. ركلة الجزاء للجيش، محمد مونتاري في مواجهة جوميز. جوميز، يا عيني عليك يا ولد، يا عيني عليك يا ولد. محمد مونتاري يسجل الهدف الرابع في اللقطة الماضية من ركلة جزاء. وفي المباراة الماضية وسام رزق سجل للجيش في مرمى النادي الأهلي، ومونتاري أو رومارينيو ضيع للجيش في مباراة الأخوية ركلتي جزاء سابقتين بالنسبة لنادي الجيش على مستوى أوسن. فرصة الآن، كرة ملعوبة، هدف تقليص الفارق، هدف تقليص الفارق يأتي من صلاح النيل. وتو الليل هدف يسجل من خلال محمد صلاح يقلص فيه الفارق. صعبة، نعم صعبة، نعم صعبة. أوه، خطأ مثل هذا في خط دفاع نادي الجيش، لا 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 لا، كارثة. الكرة الماضية بعد ذلك فرصة. كرة تأتي بهدف خامس عن طريق عبد القادر الياس، وسجدة شكر لله على هدف جاء في لحظات أخيرة، هو أول أهداف في الموسم بالنسبة لعبد القادر. والاحتجاجات لن تؤتي بالشيء يا لاعب نادي السيلية. هدف يسجل إذن، كرة في شباك الحارس جوميز. شوف اللقطة الماضية لحظة الأسيست الثالث. أوه، أو يعقل هذا؟ لاعب